تحذيرات من موجات مد تسونامي عالية بعد حدوث زلزال قوي في المكسيك بقوة 7.6 من 10 درجة على مقياس ريختر الاثنين 19 سبتمبر 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ضرب زلزال بقوة 7.6 من 10 درجة على مقياس ريختر غرب المكسيك، مما تسبب في أضرار في المباني وانقطاع التيار الكهربائي. وأصدر المسؤولون الأمريكيون تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية تسونامي في أجزاء من الساحل الغربي للمكسيك. بعد ذلك ظهر بالفعل تسونامي صغير، ميني تسونامي، على الساحل. قال مركز التحذير من أمواج تسونامي الأمريكي في المحيط الهادي إن الأمواج قد تصل إلى 3 أمتار فوق مستوى المد، ويمكن أن تضرب المناطق الساحلية بين عشية وضحاها. وقع الزلزال الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي بقليل، وكان مركزه في المنطقة الحدودية بين ولايتي ميتشوكان وكوليما على عمق 15 كيلومترا. أبلغت السلطات المحلية عن عدم حدوث أضرار كبيرة في العاصمة على الرغم من وجود انقطاع متفرق في التيار الكهربائي. تسببت انقطاع التيار الكهربائي في انقطاع إشارات المرور، في حدوث اختناقات في عدد من الشوارع، وتم الإبلاغ عن بعض التأخيرات في شبكة قطارات المترو بالمدينة تتأرجح تركيبات الإضاءة العلوية في المكاتب بينما تهتز المباني. وبحسب ما ورد، شعر السكان بالهزة في أماكن بعيدة مثل مكسيكو سيتي في حي روما الذي تصطف على جانبيه الأشجار. في مكسيكو سيتي تجمع السكان خارج مبانيهم السكنية في انتظار توقف الزلزال. سلم يا رب سلم، شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.